السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعتره لسه واصل حالا، فسامحوني أنا على تأخير المحاضرة. إن شاء الله نبدأ النهاردة في الليسون كاتخة، الدرس الرابع. هنبدأ طبعا بالكلمات أول حاجة، فوكابولير اللي هي الكلمات. قبل ما نبدأ في الدرس يا جماعة، في حد عنده مشكلة في الدرس اللي فات؟ لا، بالنسبة للي ما حضرش اللي فات ممكن يتابع مع المحاضرات على اليوتيوب. اكيد طبعا هتفهمي كل حاجة من خلال المحاضرة بتاع اليوتيوب، ولو في اي مشكلة ممكن حضرتك تستفسري عنها في المحاضرات التانية. الدعم الفني يا ريت يدي اللينك بتاع اليوتيوب يا جماعة. هنبدأ يا جماعة لو سمحتوا، هنطق الكلمات عشان بس اللي عنده مشكلة في النطق يقول لي على عليها. يعني أول حاجة أمبيي لوليسي ليكول سيكوندير انا هقفل يا جماعه الشات، ويا ريت خليكم معايا بعد اذنكم. ام بي لوليسي في فرنسا بيطلق على المدرسه الثانويه. عندنا احنا في مصر مثلا بنقول ليكول سيكوندير المدرسه الثانويه، اما في فرنسا ما فيش حاجه اسمها ليكول سيكوندير، ولكن يطلق عليها لوليسي. لوليسي le lycée un devoir un article un établissement une adresse avec un étudiant المؤنث بتاعها une étudiante une fenêtre une date lycéen المؤنث بتاعها une lycéenne chez une école primaire une école préparatoire une faculté un institut une carte scolaire une année scolaire une nationalité importe une classe une école mixte une université dont aujourd'hui le matin le midi la nuit
لانوي لامينوي لومينوي اور انكور اون فوا اون فوا لو سوار لو سوار لابريميدي لابريميدي La soirée, la soirée. Il y a un document, un document. Les verbes et la فعل aller, aller, habiter, habiter, vivre, vivre, ouvrir, ouvrir, employer. Employer, parler, parler, entendre, entendre, prononcer, 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 demander, 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 lire, lire. Après cela, بعد كده, les adjectifs, numéro, ordino, الأعداد, أو الصفات العددية الترتيبية. الصفات العددية هو اللي هو لما جاءوا الأول الخامس السابع دي صفة عددية. Le premier, le premier, المؤنث بتاعها la première, la première. بشطب بالـ ER اللي في الآخر وأحط مكانها E accent aigu, RE. Le premier, la première. Le deuxième ou le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le sixième, le septième. Le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, le dixième. Les personnages, personnages, les personnages, un élève, un fils, un lycéen, une lycéenne, un professeur, un directeur, une mère. Les lieux, les amakin, en classe, en classe, en classe, à la maison, dans la rue. Dans la rue, dans la rue, dans une lettre, dans une carte scolaire, dans un livre scolaire, dans un livre scolaire. حد عنده أي استفسار بالنسبة لنطق الكلمات؟ يا جماعة أنا أحب أسمع النطق بتاعكم يا جماعة بعد إذنكم، عايز ناس من اللي معايا. ليو معناها أماكن، ليو معناها أماكن، جمع مكان. لو حد يحب ينطق ويسمعنا النطق بتاعه هيكون كويس جدا. أستاذ اللغة ما بتعلمهاش مرة واحدة.
حد يحب ينطق؟ الناس اللي معايا انا عايز اسمع حد اشوف النطق عامل ايه. الخامس سان كيام لو سان كيام لو سان كيام لو سان كيام. عبد الرحمن المايك معاك أستاذ عبد الرحمن. عبد الرحمن علي لو بريمير لو بريمير. ايوه لو دوزيام سكان لو تروازيام لو كاتيام لو سيزيام لو سبتيام لو ويتيام لو نوفيام لو دوزيام. ان اليف ان فيس ان لوسيان ان بروفيسور ان دايركتور ان مير ان كلاس dans un lit, dans une litre, à la maison, dans un cadre scolaire, dans la rue, dans un lit scolaire. Non? آية صبري آية صبري. الناس سامعة؟ طب نكمل يا جماعة وميرسي بوكو بوغ عبد الرحمن. Tu as prononcé très bien et j'espère que tout le monde prononcera comme toi. عايش ومعلش مش مكتوب في الماتيريال.
ماتيريال. فيفغ يعني يعيش، فيفغ يعني يعيش. التصريفات بتاعته زي ما موجود قدامنا، جو في تو في ال و ال في نو فيفون vous vivez elle vive. يبقى je vis tu vis elle vit nous vivons vous vivez elle vive. عندنا بعض ادوات المعرفة المدغمة لما بيجي معاها حرف جر، ادوات المعرفة ممكن تدغم مع حرف الجر ده. عندنا اول حاجة على سبيل المثال حرف الجر او، هو اصله حرف الجر ا بلس زائد لو اللي هو اداة المعرفة المفرد المذكر. يبقى الاو دي اصلها كانت ا اللي هي حرف الجر بمعنى في او الى، زائد اللو اللي هي اداة التعريف بتاع المفرد المذكر. يبقى توضع امام الاسم المفرد المذكر البادئ بحرف ساكن، البادئ بحرف ساكن. يبقى او توضع امام الاسم المفرد المذكر البادئ بايه؟ بادئ بحرف ساكن. على سبيل المثال جو بارل او بروفيسور، جو بارل او بروفيسور. اصل الاو دي كان ايه؟ اصلها جو بارل ا الى، انا اتحدث الى لو بروفيسور المدرس او الاستاذ. هي الا واللو ما ينفعش تيجي ورا بعض كده، بتضغم للاو. الأ بلس لولو تضغم أو. موجودة يا أستاذة؟ موجود. خليكم معايا دلوقتي يا جماعة، والأسئلة بعد ما أخلص الشرح نسأل براحتنا. يبقى الأو أصلها الأ حرف الجر الأ وأداة المعرفة اللو. يبقى جو بارل أو بروفيسور، أنا أتحدث إلى الأستاذ. جو في أنا أذهب، أو ليسي إلى المدرسة الثانوية. جو في أو ليسي، جو في أو ليسي. دي كانت أول أداة مدغم. عندنا الألا هنا بتتضغم بس شكلها ما بتغيرش زي الأو. هي دي عبارة عن حرف الجر أ بلس زائد أداة المعرفة الله اللي هي بتاع المفرد المؤنث، توضع أمام اسم مفرد مؤنث بادئ بحرف ساكن، بادئ بحرف ساكن. شو بارل، جو بارل ا لا في، انا اتحدث الى البنت. جو بارل ا لا في، جو في ا لا ميزون، جو في ا لا ميزون، انا اذهب الى المنزل. عندنا بعد كده تالت حاجه ا ال ابوستروف، ا ال ابوستروف. دي بتوضع امام الاسم المفرد المذكر او المؤنث البادئ بحرف متحرك او حرف الاش اللي هو الصامت ده. جو بارل الوم، جو بارل الوم، انا اتحدث الى الرجل. جو في اليكول، جو في اليكول. يبقى ا الا ابوستروف تاتي امام الاسم المفرد المذكر او المؤنث، ولكن يكون بادئ بحرف ايه؟ حرف متحرك او حرف الاش اللي هو الصام. رابع حاجة عندنا اللي هي الأو. الأو بتنطق برضو زي الأو اللي في الأول. الأو اللي في الأول دي بتنطق زي الأو اللي في الآخر دي. الإكس لا تنطق. ودي الأو اللي هي في الآخر بتاع الجمع، أصلها أ بلس زائد لي، أداة المعرفة لي اللي هي بتاع الجمع المذكر أو الجمع بنوعي، لي بتاع الجمع بنوعي. يبقى أو توضع أمام الاسم الجمع، توضع أمام الاسم الجمع بنوعي بدلا من الأ واللي، الأ واللي. يبقى لو بروفيسور اكسبليك او، اكسبليك او زيليف، المدرس يشرح للتلاميذ. دي كانت اصلها أ بلس لو لي اللي هي أداة التعريف، أداة المعرفة الجمع. يبقى لو بروفيسور اكسبليك او زيليف. عندنا هنا الإكس اتنطقت زد لانها جايه بين ايه؟ لانها منتهيه بكلمه، والكلمه اللي بعدها تبدا بحرف متحرك. اوزيليف، جو في
او بيراميد جوفي او بيراميد نفس النظام اصلها اه وليه اللي هي الجمع اداة المعرفة ايه الجمع حد عنده اسئلة بالنسبة لادوات المعرفة المدغمة ادوات المعرفة المدغمة أداة المعرفة اه أداة المعرفة اللي هي اللو زي في اللغة العربية ال ال المعرفة احنا لسه ما حلناش يا جماعة لسه ما بنحلش أسئلة دلوقتي احنا بنتكلم عن أدوات المعرفة المدغمة حد عنده أسئلة فيها؟ طيب تمام يعني ايه مدغمة يعني مدغمة يعني كانت اصلها حاجة وحاجة منفصلين وتم ادغامهم مع بعض بقت حاجة واحدة دول اصلا كانت حرف جر اه زائد اداة معرفة له ضغمنا الاتنين مع بعض بقوا او بقوا او بقت حاجة واحدة طب نبدأ في حل الأسئلة نبدأ حل الأسئلة أول حاجة أول سؤال نجلاء أشيت نقط ليفغ إيه نقط جوم نجلاء أشيت نقط ليفغ إيه نقط جوم تمام الليفغ عشان ده مذكر انجوم اللي هي استيكا مؤنث فواسي نقط كريو اي كايي دو سامي لو كريو اي لي كايي دو سامي تمام نوميرو 3 نوميرو 3 برافو نمرو 3 نقط جارسون اي نقط في فو نقط ليسي لي جارسون اي لي في فو او ليسي تمام نمرو 4 أستاذة إيناس قول لسي ما فيهاش إكس لسي هنا مفرد لسي مفرد مذكر ما ياخدش إكس نمرو 5 أو نمرو 4 باردون نمرو 4 la porte et la fenêtre sont grandes là et là تمام نمرو 5 نمرو 5 La mère parle aux enfants. تمام. La mère دي مؤنث تاخد أداة معرفة لا. parle aux élèves جامع هتاخد او أداة معرفة مدغمة. جست 10 يا ريت حضرتك تغير اسمك وهتبقى لا مير و او مش قول اللي حضرتك كاتبها دي قول مفرد. أما هنا انفو ده اسم مفرد ده اسم جمع. إذن هتاخد قول لي اخرها اكس
جس 66 المفروض هتبقى بارل اوز انفون، الى التلاميذ. هنا التلاميذ معرف، الى الاطفال، الاطفال هنا معرفه، وفي حرف الجر اه، يبقى هنضغم ليه اللي هي بتعداد المعرفه، واه حرف الجر هتبقى او ا يو اكس ا يو اكس. نمبر 6 je donne le cahier et le stylo au professeur. او بروفيسور. تمام، برافو نهال. تمام، برافو. On tourne la page. عندنا les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs. Les adjectifs démonstratifs. Les صفات الإشارة. Les adjectifs démonstratifs. صفة الإشارة كلمة توضع أمام الاسم العام وتتبعه في النوع والعدد. خليكم معايا يا جماعه بعد اذنكم هنقفل الشات. صفات الاشاره كلمه توضع امام الاسم العام وتتبعه في النوع والعدد، يعني لو مذكر مفرد يبقى مفرد مذكر، لو مفرد مؤنث مفرد مؤنث، لو جمع يبقى جمع. صفه الاشاره تحدد الانسان او الحيوان او الجماد المشار اليه، يبقى بتحدد شيء. اما اول صفه اشاره عندنا اللي هي سو، ودي توضع امام الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن. السو بمعنى هذا، سو بمعنى هذا، توضع امام اسم مفرد مذكر بادئ بحرف ساكن. لما اقول سو جارسون، هذا الولد، سو جارسون. سو ليفر، هذا الكتاب، سو ليفر. تاني صفة اشارة عندنا ست، سي او تي، ست، توضع امام الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف متحرك او حرف اش صامت. ست توضع امام اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن، مبدوء عفوا مبدوء بحرف متحرك او حرف الاش الصامت. لما اقول ست اربر، ست اربر، هذه الشجره. اربر في الفرنساوي شجره في الفرنساوي مذكر لكن بدأ بحرف متحرك، يبقى هناخد ست. ست انفون، هذا الطفل. سيت اوتيل، هذا الاوتيل. تالت صفة اشارة عندنا اللي هي ست اللي فيها اتنين تي و او، ست بمعنى هذه. دي بتستخدم للمؤنث، تستخدم للمؤنث، اسم مفرد مؤنث توضع امام اسم مفرد مؤنث مبدوء بحرف ايه؟ بحرف ساكن او حرف متحرك، مش هتفرق. يبقى ست توضع امام اسم مفرد اسم مفرد مؤنث مبدوء بحرف ساكن او متحرك. عندنا رابع حاجة وآخر حاجة سي، ودي توضع أمام الاسم الجامع بنوعيه، توضع أمام الاسم الجامع بنوعيه بمعنى هؤلاء. لما أقول سي زيليف، هؤلاء التلاميذ، سي في، هؤلاء البنات، سي زيليف، سي في. يبقى السو معنى هذا توضع أمام اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن. ست تاني حاجة دي معنى هذا برضو توضع أمام اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف متحرك. ست التالتة بمعنى هذه وتوضع أمام الاسم المفرد المؤنث سواء بدأ بساكن أو متحرك. رقم أربعة اللي هي السي بمعنى هؤلاء وتوضع أمام اسم مفرد توضع أمام اسم جمع بنوعيه. السي توضع أمام الاسم الجمع بنوعيه. حد عنده أسئلة في صفات الإشارة؟ صفات الإشارة حد عنده أسئلة فيها؟ تمام، ننقل على التمرين اللي على صفات
الإشارة. مي أن أدجيكتيف ديمونستراتيف على بلاس دي بوا. ضع صفة إشارة مكان النقاط. نمرو أن نقط ليسي فيرمي لو ديمونش. نقط ليسي فيرمي لو ديمونش أو فيرم لو ديمونش. سو ليسي ليسي ده مذكر مش ست أستاذة رحمة. ست اللي حضرتك كاتباها دي المفرد مؤنث، أما هنا ليسي ده مفرد مذكر. ليسي مفرد مذكر. نمرو دو نمرو دو برافو. ست أم ست أم هو أم طبعا مذكر ولكن بدأ بحرف أش صام. ست أم مها أوفغ نقط بورت إي نقط فنتر. سيت بورت و سيت فنتر الاثنين فيمينا. فيمينا يعني مؤنث. نمرو 4 نمرو 4 نمرو 4 سيز انفون. برافو. سيز انفون جو يلعبوا بيان جيدا او فوتبول يلعبوا جيدا كرة القدم. نمرو 5 سيت إليف اي تري بيتي. طب ليه ما خدناش سيت اللي هي بتاع المؤنث؟ ليه إليف هنا ما خدناش سيت اللي هي بتاع المؤنث؟ ترافو بيتي بيتي هنا مذكر. بيتي مذكر. لا مش عشان متحرك او مش متحرك او مش متحرك، ما هي لو متحرك ومؤنث مش هتفرق معانا، هتكتب ست برضه بتاع المؤنث، لان احنا قلنا ست اللي هي فيها اتنين تي اللي فيها اتنين تي بتاتي امام اسم مفرد مؤنث سواء مبدوء بسكن او متحرك مش هتفرق. ولكن هنا الصفه اللي عايده على التلميذ صفه مذكر، اذا التلميذ هنا مذكر. لو كانت بتيت اللي اخرها او كنا خدنا ست اللي هي الاتنين تي بتاع المؤنث. نمرو 6 نمرو 6 سو غارسون سابيل سامي. برافو. سو غارسون سابيل سامي. نمرو 7 نمرو 7 جو فوا سيت في. تمام. نمرو 8 Mon père va acheter. Abi سوف يشتري. ست اللي هي فيها تي واحدة pour le masculin mais qui commence par un voyal اللي بيبدأ بمتحرك. ست اللي هي تي واحدة دي للمذكر ولكن البادئ بحرف متحرك. رقم 8 هتبقى ست ميزو. ست ميزو ميزو مؤنث. ميزو مفرد مؤنث. اون تورن لا باج. دو ريان. ليكسبريسيون سي اي سو سون. عندنا اون اكسبريسيون سي بمعنى انه او انها. سي بمعنى انه او انها. سوسون الجمع بتاعه. سوسون الجمع بتاعه بمعنى انهم او انهن. التعبير ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ضمير اشارة اللي هو السو او صفة اشارة اللي هو السو. ضمير الاشارة دي بلوس زائد تصريف فعل اتر. يبقى التعبير ده عبارة عن صفة اشارة أو ضمير إشارة زائد تصريف فعل إتر. تستخدم للمفرد المذكر اللي هي السي. تستخدم للمفرد المذكر أو المؤنث العاقل وغير العاقل. يبقى السي بمعنى إنه أو إنها. يبقى بتستخدم للمفرد مذكر أو مؤنث عاقل أو غير عاقل. لما أقول سيمونامي سيمونامي إنه صديقي. لما اقول سيمونا مي التانية دي
إنها صديقتي. سي علي إنه علي. سي منى إنها منى. ستي نيكول إنها مدرسة. ستي نيكول إنها مدرسة. يبقى سي بمعنى إنه أو إنها تستخدم للمفرد المذكر أو المؤنث عاقل أو غير عاقل. سو سون هنا احنا بنجمع الفعل بس، بنجمع تصريف الفعل بس، أما السو ما بتتجمعش، السو لا تجمع. يبقى سو سون تستخدم للجمع بنوعيه عاقل وغير عاقل. يبقى سو سون ميزامي إنهم أصدقائي. سو سون ميزامي إنهن أصدقائي. صديقاتي. سو سون دي زوم إشارة لا يجمع، ولكن الفعل فقط هو اللي بيتغير للجمع. لما أقول سو سون دي زيليف فرانسي، سو سون دي زيليف فرانسي، إنهم يكونوا أو إنهم تلاميذ فرنسي. نمرو دو، يستخدم أيضا هذا التعبير اللي هو سو سون أو سي عند الإجابة على الأسئلة الآتي. أول سؤال كي يسو من يكون هذا؟ كي يسو من يكون هذا؟ لما أجي أسأل عن شخص ما ويكون موجود أقول كي يسو من هذا؟ الإجابة بتاع السؤال ده هتكون سيتان غارسون، إنه ولد. سيتين في، إنها بنت. سي أحمد، إنه أحمد. سي مونامي، إنه صديقي. يبقى كي سو الإجابة بتاعته بنستخدم سي أو سو سو. السؤال عن الغير عاقل، يبقى بيستخدم عن في السؤال عن الغير عاقل. لما أقول كيسكو سي، كيسكو سي الإجابة بتاعتي هستخدم فيها سي أو سو سو حسب السؤال، هستخدم فيها إيه؟ سي أو سو سو. لما أقول كيسكو سي ما هذا، كيسكو سي ما هذا، أقول ستانساك إنها حقيبة. ستانساك. سو سون دي ليفغ إنها كتب أو إنهم كتب. ستين طابلة إنها منضدة، إنها إيه؟ منضدة. أظن سهلة جدا. حد عنده سؤال بالنسبة لهذا التعبير؟ حد عنده سؤال بالنسبة للتعبير ده يا جماعة؟ Oui, c'est facile. D'accord. Très bien. On tourne la page. La négation. La négation, le nafi. La négation, le huwa nafi. عشان في جملة في اللغة الفرنسية بضع الفعل بتاعها بين الني والبا، بضع الفعل بتاعها بين الني والبا لنفي جملة ما. في اللغة الفرنسية نضع فعلها بين أداتي النفي نو وبا، نو وبا. لما أقول مون افي اون فرانس، مون افي اون فرانس، يعني منى بتعيش في فرنسا. منى بتعيش فين؟ في فرنسا. عايز انفي الجملة دي، هقول منى مش بتعيش في فرنسا، يبقى هجيب الفعل اللي هو في واحطه بين النو والبا اللي هي ادوات او اداتي النفي. يبقى منى نو في با اون فرانس، منى نو في با اون فرانس. جو في ا ليكول، Je vais à l'école. انفي الجملة دي ازاي؟ عندنا الفعل فين؟ الفعل حط في دي بين الني والبا. يبقى je ne vais pas à l'école. Je ne vais pas à l'école. انا لا اذهب الى المدرسة.
إذا كان فعل الجملة مبدوء بحرف متحرك أو أش صامت يضع الفعل بين إن أبوستخوف والبا، يضع الفعل بين إن أبوستخوف إي لوبا. علي إيطاليا، علي إي إيطاليا. لما كان في الجملة دي يبقى علي نيبا إيطاليا. طبعا النون منتهية بحرف متحرك والفيرب منتهي بادئ بحرف متحرك، ما ينفعش الاثنين يتلاقوا. اذا بشطب بالحرف المتحرك بتاع النو اللي هو الاو واحط ابوستخوف، يبقى علي نيبا ايطاليا، علي نيبا ايطاليا. جي كانزو، جي كانزو، عندي 15 سنه. اجي فيها اقول جوني با، جوني با، جوني با، جوني با كانزو، ما عنديش 15 سنه. ملاحظات، اول حاجه ادوات النكره الان والان والدي، وادوات التجزئه الدي دولا دو الابوستروف دي تحول الى دي ابوستروف ودو دو اي دو ابوستروف. الابوستروف دي مع الدي يا جماعه بعد فعل منفي. يبقى في الجمله، في الجمله اللي فيها فعل منفي لو في اداه نكره من ادوات النكره ان او اون او دي او اداه تجزئه دي او دولا او دو الابوستروف او دي بتحول لدي ابوستروف او دو، تحول لدي ابوستروف او دو حسب اللي جاي بعدها، اللي جاي بعدها. على سبيل المثال لما اقول تيا ان ليفغ، انت عندك كتاب، تيا ان ليفغ، انت ترد تقول ايه؟ لا انا ما عنديش كتاب. يبقى نو جو ني با دو ليفغ. عندنا الان، الان اتحولت لدو، الان اتحولت لايه؟ لدو. tu as une gomme، tu as une gomme، عندك ممحة. لما اجاوب بالنفي اقول نو je n'ai pas de gomme، je n'ai pas de gomme. طبعا جوم بدأ بحرف ساكن، ما ينفعش دو ابوستروف. الدي ابوستروف تنفع تيجي مع امي، تنفع تيجي فين؟ مع امي اللي تحت دي. لما اقول tu as un ami اجاوب بالنفي اقول نو je n'ai pas d'ami، je n'ai pas d'ami. يبقى دي ابوستروف مع امي. اما الدو مع الثلاثه اللي في الاول، مع الليفر وجوم وكاي. يبقى قلنا بالنسبه للنفي عشان ننفي جمله في اللغه الفرنسيه بحط الفعل بتاع الجمله بين النو والبا اللي هم ادتي النفي. لو الفعل بدأ بحرف متحرك بكتب ان ابوستروف، بكتب ان ابوستروف. لو في أداة نكرة أو أداة تجزئة في الجملة المنفية بتتحول لدو أو دو أبوستروف ما عدا مع فعل إتر، مع فعل إتغ معنى يكون أدوات النكرة وأدوات التجزئة لا تحول. إذا كان فعل الجملة إتغ تظل ادوات النكره اللي هي ان والان والدي كما هي في النفي. زي ما قلنا دلوقتي يبقى في فعل اتر في النفي تظل في ادوات النكره ان او اون او دي كما هي في النفي. يبقى tu as un professeur، ده على سبيل المثال tu as un professeur او tu es un professeur، هل انت تكون مدرس؟ tu es un professeur. non je ne suis pas ان بروفيسور. الان هنا ما اتحولتش في النفي ليه؟ لان الفيرب فيرب اتر، فيرب ايه؟ فيرب اتر. يبقى قلنا ادوات النكره ادوات التجزئه بتحول في النفي لدو دو ابوستروف ولكن ما عدا، ما عدا ايه؟ مع فعل اتر يكون. tu es une journaliste، هل انت صحفيه؟ نو je ne suis pas une journaliste. هنا الان زي ما هي ما اتحولتش. Ce sont des garçons. إنهم أولاد. Non, ce ne sont pas des garçons. Ce ne sont pas des garçons. ده كان بالنسبة للنفي. حد عنده أسئلة في النفي؟
ده كل طبعا ده مش النفي كله، احنا بناخد اجزاء بسيطة بس، بناخد اجزاء بسيطة بحيث ان احنا لسه مبتدئين. نكمل يا جماعة، حد عنده مشكلة؟ On utilise du جست 66، On utilise du مع الاسم المفرد المذكر البادئ بحرف ساكن، اسم مفرد مذكر بادئ بحرف ساكن، دي أداة تجزئة، أداة إيه؟ أداة تجزئة. بنستخدمها في النفي عادي، لا بنستخدمها في النفي، لا نفي لا تستخدم فيه الجي، لان دي اداة تجزئة، ادوات التجزئة لا تستخدم في النفي. لو عندنا اول احنا قلنا في الجمل المنفية لو في ادوات نكرة او ادوات تجزئة بتحول لدو او دو ابوستروف، بتحول لدو او دو ابوستروف، ما عدا ادوات النكرة لا تحول مع فعل اتغ، ادوات النكرة لا تحول مع فعل اتغ. تمام يا استاذه رانيا، دي اصلها الدو واللو، اصلها الدو ولو. داكور دوريا، عندنا بعد كده ندخل على الاستفهام، ندخل على الاستفهام، نسيب الامثله دي دلوقتي، ندخل على الاستفهام. لا فراز انتيروغاتيف، لا فراز انتيروغاتيف، الجملة الاستفهامية. اولا احنا عندنا الاستفهام يا اما بنستفهم او بنسأل بهل، يا اما بنسأل بأداة استفهام، يا اما اقول هل اللي هي اسم، يا اما هجيب أداة استفهام اللي هي متى اين من وكده. اول حاجة ازاي نعمل سؤال بهل، ازاي نعمل سؤال بهل، الاستفهام بهل يسمى عن الجملة كلها. يمكن الاستفهام بهل بثلاث طرق وكلها تؤدي معنى واحد، يمكن الاستفهام بهل بثلاث طرق وكلها تؤدي نفس المعنى. اول طريقة الاستفهام باللهجة، الاستفهام باللهجة، لما تكون جملة خبرية عايزة تقول لي انت تذهب الى المدرسة، انت تذهب الى المدرسة، اقول انت تذهب الى المدرسة بصوت عادي، النغمة كلها واحدة. لكن لما اجي اسأل اقول هو هل أنت تذهب إلى المدرسة؟ بتبان من السؤال أنت تذهب إلى المدرسة بعلي صوتي في الآخر. في الفرنسي أوسي، في الفرنسي أوسي لما أقول تي فا أو ليسي، تي فا أو ليسي، دي كده من اللهجة بتاعتي باين إن مش سؤال، باين إنه مش سؤال. أما لما أجي أقول تي فا أو ليسي، تي فا أو ليسي، باين جدا إن ده سؤال، لأن أنا عليت صوتي في الآخر. Tu vas au lycée؟ Tu vas au lycée؟ باين ان ده سؤال. يبقى ده السؤال ده معناه ايه؟ هل انت تذهب الى المدرسة؟ ده السؤال بهل عن طريق اللهجة. تاني حاجة وضع اسك في بداية الجملة، احط اسك ايه في بداية الجملة بمعنى هل. لما اقول اسك زائد فاعل زائد فعل زائد مفعول، اسك زائد فاعل زائد فعل زائد المفعول، يبقى اسك تي فا او ليسي، اسك تي فا او ليسي، هل انت تذهب الى المدرسه، دي تاني طريقه. تالت طريقه تقديم فعل الجمله على الفاعل، بقدم الفعل على الفاعل، بجيب الفعل ايه قبل الفاعل، يبقى فاعل، يبقى فعل عفوا، فعل فاعل مفعول، فا تي او ليسي، فاتي او ليسي، يبقى قدمنا الفعل على الفاعل. يبقى قلنا الاستفهام بهل يستخدم بثلاث طرق، اول طريقة استفهام باللهجة بتبان من اللهجة جدا لما اعلي صوتي في اخر السؤال. تاني حاجة الاستفهام باسك، اضع اسك في بداية الجملة. تالت حاجة تقديم الفعل على الفاعل، بقدم الفعل على الفاعل، اما اقول فاتي او ليسي
Vas-tu, هل تذهب أنت إلى المدرسة؟ Vas-tu au lycée؟ لا تستخدم هذه الطريقة إلا إذا كان فاعل الجملة اسم وفيها نأتي بالضمير العائد عليه ونضعه بعد الفعل مباشرة. تحت تقديم الفعل على الفاعل تستخدم لو الفاعل إيه؟ فاعل الجملة اسم. Les élèves vont-ils au lycée؟ يبقى لو فاعل الجملة اسم، لو فاعل الجملة اسم باجي بعد الفعل أحط ضمير يعود على الاسم ده. عندنا على سبيل المثال les élèves vont-ils au lycée؟ vont-ils au lycée؟ les élèves دي فاعل اسم، il الضمير اللي بيعود على les élèves هم، يبقى les élèves vont-ils au lycée؟ هل التلاميذ بيذهبوا إلى المدرسة؟ علي، علي ده اسم. لما أجي أحط في سؤال بهل، لما أجي أسأل عن علي بهل، بقدم الفعل على الفعل على الفاعل وأجيب ضمير يعود على الفاعل، أجيب ضمير تاني يعود على الفاعل بعد الفعل. يبقى علي فاتيل، علي فاتيل أو ليسي، هل علي يذهب إلى المدرسة؟ وهنا فا وإلا وشرط دي بتتحط لما يكون الفعل والفاعل، الفعل منتهي بحرف متحرك والفاعل بادئ بحرف متحرك، بحط بينهم التي لجمال النطق. يبقى علي فاتيل أو ليسي، فاتيل أو ليسي، ده بالنسبة للاستفهام يا جماعة بهل. الإجابة بقى على السؤال بهل، الإجابة على السؤال بهل، في حالة الإثبات طبعا بجاوب بوي، وي يعني نعم، وي يعني إيه؟ نعم. على سبيل المثال إسك تو في أون إيجيبت، إسك تو في أون إيجيبت، هل أنت بتعيش في مصر؟ لما أجاوب بالاستفهام أقول وي نعم، جو في أون إيجيبت، أنا أعيش في مصر. وي جو في أون إيجيبت، نعم أنا أعيش في مصر. جون سوي فيير، ولي الفخر الحمد لله. يبقى للإجابة على السؤال بهل في حالة الإثبات بستخدم وي، بستخدم إيه؟ وي. في حالة النفي بنفي الجملة بالسؤال بنو، أنفي جملة السؤال بنو، يبقى هقول نو وأنفي الجملة بتاع السؤال. نو جو نوفي با أون إيجيبت، نو جو نوفي با أون إيجيبت. تاني حاجة جملة مثبتة مع تغيير المفعول، يبقى في حالة النفي بجاوب بطريقتين، في حالة النفي بجاوب إيه؟ بطريقتين. أول طريقة أحط نو اللي هي لأ أو لا بتاع النفي، وانفي الجملة بتاع السؤال نفسها. الجملة بتاع السؤال بتقول ايه؟ تي في اون ايجيبت، يبقى هنفيها واحول الضمائر، يبقى اقول لا انا لا اعيش في مصر، يبقى نو جو نوفي با اون ايجيبت، لا انا لا اعيش في مصر. تاني طريقة في النفي انفي بجملة مثبتة او اجاوب بجملة مثبتة مع تغيير المفعول، هستخدم نو زائد جملة مثبتة ولكن هغير المفعول. يعني مثلا هو بيقول لي هل انت بتعيش في مصر؟ هقول له لا انا بعيش في فرنسا، يبقى جاوبت بنو زائد جملة مثبتة. ممكن اجاوب بنو زائد جملة منفية، تمام. يبقى الطريقة التانية هقول نو زائد جملة مثبتة بس هغير المفعول. هغير ايه؟ المفعول. امتى؟ لما اجاوب بجملة جملة منفية اللي هي نو زائد الجملة المثبتة بتاع السؤال نفسها. يبقى أغير المفعول إمتى؟ أغير المفعول في حالة نفي السؤال بنو زائد جملة مثبتة أغير فيها المفعول. لما يقول لي هل أنت بتعيش في مصر؟ هقول له لأ أنا أعيش في فرنسا، أو هقول لأ أنا لا أعيش في مصر. يبقى نو جو في en France، non je vis en France، لا انا اعيش في فرنسا.
عند الإجابة بالإثبات يمكن استبدال كلمة وي بكلمات أخرى تؤدي المعنى، مثل بالتأكيد بيان سور، بدل ما أقول نعم أقول بالتأكيد. لما واحد يقول لي هل أنت مصري؟ أقول له بالتأكيد أنا مصري. بيان سور يعني بالتأكيد، بيان سور يعني بالتأكيد. على سبيل المثال تو إيجيبسيان، هل أنت مصري؟ بيان سور جو سوي إيجيبسيان، بالتأكيد أنا مصري. إيتو فرونسي، هنا استخدمنا إيه؟ قدمنا الفعل على الفاعل. إيتو تكون أنت، قدمنا الفعل على الفاعل، يبقى الفاعل. يبقى هل تكون فرنسي؟ الإجابة بالإثبات وي جو سوي فرونسي، وي نعم جو سوي فرونسي، أنا فرنسي. للإجابة بالنفي هنفي زائد جملة زائد النفي بتاع الجملة نفسها بتاع السؤال، هقول نو وانفي جملة السؤال، نو جو نو سوي با فرونسي، أو أقول نو وغير مفعول جملة السؤال، نو جو سوي ايجيبسيان. هو ايه اللي هنا فرونسي؟ يبقى هقول نو جو سوي ايجيبسيان. عندنا المثال اللي بعد كده، اسك تي فا اليكول سيكوندير، اسك تي فا اليكول سيكوندير، الإجابة بالإثبات طبعا هجاوب بالإثبات وي نعم جو في اليكول سيكوندير. بالنسبة للنفي هنفي بطريقتين، الطريقة الأولى هقول نو وانفي جملة السؤال، الطريقة التانية هقول نو واجيب جملة السؤال في الإثبات ولكن أغير المفعول، لكن أغير إيه؟ المفعول. على سبيل المثال هنا اسكو تي فا اليكول سيكوندير، لما أجي أجاوب بالنفي هقول نو لا جو نفي با، وانفي جملة السؤال جو نفي با اليكول سيكوندير، أو نو جو في اليكول بريمير، لا أنا أذهب إلى المدرسة الابتدائية. كيفية عمل سؤال؟ لما يجيب لي إجابة على سؤال بهل، إزاي أعمل عليها السؤال بقى؟ أولا بحدد كلمة الاستفهام المناسبة، أحدد إيه؟ كلمة الاستفهام المناسبة. ثانيا نحذف كلمة الإجابة اللي هي وي أو نو، وي أو نو. على سبيل المثال عندنا وي جابيت أمنصورة، نعم أنا بعيش في المنصورة، يبقى ده السؤال كان بتاعه إيه؟ أكيد هل أنت تعيش في المنصورة؟ هل أنت تعيش في المنصورة؟ تي أبيت أمنصورة، تي أبيت أمنصورة، هل أنت بتعيش في المنصورة؟ أو أبيت تي أمنصورة، هنا قدمنا الفعل على الفاعل، أو إسك تي أبيت أمنصورة، هنا جبنا إسك وحطينا بعد كده الفاعل زائد الفعل. رقم اتنين نو، رقم اتنين نو جو نفي با أليكول، نو جو نفي با أليكول، لا أو لا أنا لا أذهب إلى المدرسة. يبقى السؤال كان إيه؟ هل أنت تذهب إلى المدرسة؟ عندنا ثلاث طرق عشان نعمل سؤال بهل. أول طريقة طريقة اللهجة، تي فا ليكول، تي فا ليكول، هل أنت تذهب إلى المدرسة؟ ثاني طريقة تقديم الفعل على الفعل، فا تي أليكول، فا تي أليكول. ثالث طريقة استخدام إسك، إسك تي فا أليكول، هل أنت تذهب إلى المدرسة؟ إسك تي فا أليكول. إكزومبل، va t il à ton école؟ va t il à ton école؟ تذهب أنت إلى مدرستك؟ الإجابة على السؤال زي كده هتبقى وي أو نو، وي جو في أ مون إيكول، وي جو في أ مون إيكول، نعم أنا أذهب إلى مدرستي. إسك مونا فوا سي زامي لو سامدي، هل مونا فواس زمين ترى أصدقائها أو صديقاتها لو سامدي يوم السبت؟ الإجابة تبقى بوي نعم، يبقى وي زائد نفس جملة السؤال، إل فوا سي زامي لو، إل فوا سي زامي لو سامدي.
حد عنده أسئلة بالنسبة للاستفهام بهل؟ حد عنده أسئلة بالنسبة للاستفهام بهل؟ استاذ حضرتك بتسألي ولا حضرتك بتكتب عن ايه بالظبط؟ تمام، احنا كنا لسه ما بدأناش في الأسئلة. طب نبدأ يا جماعة في الأسئلة. أول حاجة complete ces réponses، أكمل هذه الإجابات. Qui français non je suis égyptien، لا أنا مصري. هنا غير المفعول لأنها جملة مثبتة بعد نو، غير المفعول. أو نو جو نو سوي با فرونسي، جو نو سوي با فرونسي. Chacun va se présenter ou quoi? Alors, on continue la deuxième question. Tu vas au lycée. Sous Rahma égyptienne. L'Égyptienne. La dit égyptienne. L'Égyptienne. L'Égyptienne. Dit égyptienne. La magaoul égyptien et. للمذكر ايجيبسيان، للمؤنث ايجيبسيان. رقم اتنين يا جماعة، تيفا اوليسي. نو جو في، نو جو في. حد يكمل؟ تمام، هنا غيرنا المفعول لأن جملة مثبتة بعد نو، جملة مثبتة بعد نو. إسماعيل، أستاذ إسماعيل، إحنا ما بنقولش أو موسكي، موسكي مؤنث، يبقى ألا موسكي، ألا موسكي. على موسكي مش او موسكي، لان موسكي هنا مؤنث. تمام، برافو. طيب النفي، نو جو نفي با، نو جو نفي با او ليسي. هنزل الجمله زي ما هي. وورك يعني ترافاي، وورك يعني ترافاي في الفرنسي. Travail. De rien. Allez, on me retourne. Magda
18 ans. Magda a 18 ans. Elle a 18 ans. Non, elle a. Non, elle a. حد يكمل. نو الى 20. تمام، غيرنا الرقم اللي هو في المفعول. طب الاجابه الثانيه هتبقى نو ايه؟ نو النا با، نو النا با 18. لا، نو النا با 18، مش 17. نو النا با 18، مش 17. نو النا با 18. تمام. نمبر 4، سامي ا دو فرير. سامي ا دو فرير. نو الى، تمام. طب نو النا با، Non, elle n'a pas de frère. Tamam, les gars. Trouve les questions pour ces réponses. Aucune question, vas-y, l'égabat. Aucune question. لهذه الإجابات. وي جو مابيل عمر. وي جو مابيل عمر. إيه السؤال بتاع وي جو مابيل عمر؟ تي تابيل عمر. تمام، برافو. نمبر 6، نو جي كانزون. نو جي كانزون. يبقى السؤال كان ايه؟ الناس معايا ولا فين؟ يلا يا جماعة اللي هيجاوب. ألو، تمام أستاذ محمد. نمبر 7، وي جي تروا فرير. وي جي تروا فرير. نعم، أنا عندي 3 إخوات. يبقى السؤال كان إيه؟ تمام، برافو. نمبر 8، نمبر 8، أستاذ إسماعيل، إسك إسك ناقص السو. إس ك وفي المفروض فعل بعد تي. إسك تي أ، تي أ. هل أنت تملك؟ هل أنت تملك؟ طبعا نسأل بأي طريقة صح. احنا خدنا الثلاث طرق عشان نسأل بأي، عشان نسأل بأي طريقة فيهم. الثلاثة صح، لكن في الكتابة في التحريري الأفضل إن احنا نقدم الفعل على الفعل أو نستخدم اسك. Oui, elle a 18 ans. Oui,
Il a 18 ans. A-t-elle 18 ans? Bravo, bravo Nihal. Bravo Madame Fatma, Fatima, ou Miss Fatima, Mademoiselle Fatima. Numéro 9, non, il ne va pas à l'école préparatoire. Non, il ne va pas, la tazab, ou la yazab, à l'école préparatoire, il est le madrasa d'Ibdaï. Tamam, bravo. Numéro 10. Non, je vais au lycée. Non, je vais au lycée. لا ما ينفعش هنا نقول أستاذة إيناس، ما ينفعش نقول فاتي أو ليسي، لأن هنا هو قال نو جو في أو ليسي. أدام جايب إثبات بعد نو، بعد نو يبقى نغير المفعول، يبقى المفعول ده كده اتغير عن اللي في السؤال، يبقى قول اسكو تي فا أو سينما، هو هيقول نو جو في أو ليسي، لا أنا ذاهب إلى المدرسة. اسكو تي فا أليكول بريباراتوار، نو جو في او ليسي، لا انا ذاهب الى مدرسة ثانوية. فاتي او سينما، وي برافو سي فري. tu vas rester à la maison. on peut dire oui. est-ce que va au travail، est-ce que tu vas، est-ce que tu vas، où est le verbe، où est le sujet. Tu vas au travail. Tu vas au travail. Tamam. Numéro 11. Non, je m'appelle Sami. Non, tu t'appelles Ahmad. Tamam. Bravo. Ah, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vais arrêter ici. Parce que vraiment, je suis très fatigué et je peux plus continuer. Si vous avez des questions, je suis là. Je peux vous répondre maintenant. Tu es libre ce matin? Non, je suis occupé. Oui, je sais, je rigole. Alors, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? D'accord. J'espère que ça sera bien pour tout le monde et ça sera clair pour tout le monde. Merci beaucoup, mademoiselle Fatima. De rien, Aziz Mohamed, de rien,
général, vraiment, je m'amuse beaucoup de passer un peu de temps avec vous. J'aime bien enseigner le français avec vous. Ça me fait plaisir, vraiment. Et pardonnez-moi si je fais tarder le cours un petit peu, mais vraiment c'est rasbani à cause de mon travail. Maintenant, je vais partir et si vous avez des questions pour les cours, les matériels, vous pouvez demander cela à Monsieur Mohamed Faisal. Monsieur Mohamed Faisal, الدعم الفني يقدر يجاوبكم عن الماتيريال واليوتيوب والحاجات دي كلها. Bonne soirée et étudiez bien. Merci Hala, merci beaucoup à vous aussi. C'est gentil.